أكد مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان عدم تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى العالقين تحت أنقاض المبنى حتى الآن بسبب الكم الهائل من حديد التسليح المستخدم في تجديد البناء المنهار. أسباب الانهيار فهذه غير معلومة للعام. لجنة تحقيقية عليا شكلت بأمر دولة رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية المحترمين هي من ستتولى التحقيق وجمع المعلومات وتعلن النتائج ومسؤولية من بالتحديد. أما ما بقي من أشخاص ما زالوا محصورين تحت الأنقاض فهم 4 أشخاص بحسب عوائل الضحايا الموجودين، نحاول الوصول إليهم من يوم أمس وإلى الآن. هناك عقبات نتيجة الكم الهائل من شيش التسليح تبطئ عمليات الإنقاذ، نحاول إيجاد منافذ، وصلنا من خلال منافذ إلى القاع المكان إلا أنه لم نصل بعد الأشخاص المحصورين.